لو الحكايه فيها ان في يعني السيد احمد علي من بلبيس تبع مدرسه الثانويه بنات الجديده جايب 97.5 الاولى على الجمهوريه دمج. مبسوطه طبعا بكل اللي حصل ده ولحد دلوقتي مش مصدقه وبشكر ربنا كتير على كل اللي حصل. انا تعبت كتير وربنا وفقني في الاخر والحمد لله. وطبعا تعب ماما وتعب كل اللي حواليا على قد ما قدروا ووفروا لي كل اللي قدروا عليه. وانا مبسوطه وهحاول على قد ما اقدر افضل ماشيه بنفس النجاح ده. وبشكر طبعا كل المدرسين وكل اللي وقفوا جنبي طول السنه وفرحت اهل كل الناس اللي جات لي وكل الناس اللي اتكلموا وقالوا عني كلام كويس. مبسوطه جدا فالحمد لله يعني على كل اللي حصل وبحمد ربنا. امنيتك ايه يا دنيا؟ نفسي اقابل الرئيس السيسي ويكرمني واكون يعني حاجه كويسه قدام كل الناس ويعني ما تنسيش بسرعه. الحمد لله. الف مبروك. تقولي ايه يا حاجه الدنيا بنتك؟ والله ألف ألف مبروك ورفعت راسنا وحققت حلم عمري. ألف مبروك لها وأقول يا رب كل اللي زيها نهنيهم ونفرحهم وتعبها جيب فايدة الحمد لله. هي تعبت وربنا كرمها. ألف مليون مبروك. ألف مليون مبروك يا حاج فيك.